الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير بعض مبادئ برنامج جيوجبرا، وهو من أهم التطبيقات الحاسوبية لعلم الرياضيات والاتصال القياسي والجبر وما شابه. فهنا الآن أريد أن أرسم دائرة. هذه الدائرة الآن دائرة، لاحظوا لي الآن بأي نصف قطر أحتاجها، وسعها وكبرها وصغرها كما أريد. عندي هذه الدائرة، أخذت الآن المركز A، وهذه النقطة على محيطها B. الآن أستخدم هذا الآن السهم move حتى أحرك الدائرة لأي منطقة، أو أنه يعني أحركها لأي منطقة أريدها على الربع الأول من مستوى ديكارت. أريد أن أخفي النقطة C هذه، فلما بضغط طبعا هنا رايت كليك أو ما يسمى بالضغط على اليمين على الفأرة، شو ليبل، أضغط عليها تختفي. كذلك الأمر هذه شو ليبل، تضغط عليها تختفي. ثم أريد أن أخفي النقطة كل هذه، شو أوبجكت، يذهب إلى هذا، فتبقى عندي الآن المركز. أريد أن أبقي على نقطة المركز فقط، الـ A أريد أن أخفيها، فالآن اختفت. هاي أول خطوة من الخطوات الرائعة. لاحظوا الآن عندي هنا المجال الرسم والتحكم به لحد ما من خلال هذه الأوامر. عندي على هذا العمود يعني يظهر تباعا ما يسمى بالإنبوت أو المدخلات التي أدخلها. فعندي سبحان الله عندي نقطة A هذه التي قبل قليل يعني محيت أو أخفيت الحرف A، تقع في السنتر 9.7 نقطة يعني إحداثيات أو الزوج المرتب، أفقيا 9.7 وعموديا 8.1. هنا B التي كذلك الأمر أخفيتها كانت عند النقطة 7.4 و4.64. أستطيع أن الآن أني أعيدها عندما أضغط على هذه الدائرة. الآن أعدت النقطة B هنا، إخفائها معنى الآن بخفيها. يمكن إخفاء الدائرة كلها برمتها، الآن تبقى فقط النقطة A. يمكن إخفاء A الآن، لاحظوا لي تباعا. فإذا ضغطت المركز ثم النقطة هذه لا أريد أن أبينها فأمحاها وأضع الدائرة. الآن من الجميل أنه أستخدم بعض الكوماند. هذا الآن الكوماند هو السطر، هذا السطر أو الخط المستقيم بين نقطتين جاي، أضغط عليه الآن وبطلع عندي بالمربع بعض الأوامر. أريد أن أضع ما يسمى فيكتور اللي هو متجه، أضغط على الفيكتور بالكليك اللي هي باليسار، وأرسم هنا الفيكتور من هنا إلى النقطة اللي بدي إياها. هذه الآن النقطة اللي بدي إياها على سبيل المثال، وأستطيع التحكم فيه من هنا. إذا بتلاحظوا لي أزيد سماكته، الآن زدت سمكه، وربما أضعه باللون مثلا الأحمر أو البنفسجي إذا احتجت، وهكذا. لاحظوا يعني الأشياء التي يمكن أن أقوم بها بالنسبة الآن يمكن في برنامج الجيوجبرا أني أضع ما يسمى بسلايدر، اللي هو من كلمة سلايد يعني الانحراف إلى اليمين أو الشمال، شيء يجعل القيمة تزداد حسب مطلب الشخص المبرمج. مثلا أنا الآن سلايدر هنا، أستطيع الآن أني أضع سلايدر، هاي سلايدر لاحظوا لي بضعه هنا، بيجي الآن بعد ما ضغطت بالمنطقة هاي بسألني بدك الآن اسمه يكون A، يبدأ من مثلا A1 هو أرقام، تبدأ مثلا من أي قيمة تحتاجها أنت يعني المبرمج، أوكي. ربما تحتاج من الصفر، أبدأها من الصفر على سبيل المثال، وحتى 360 درجة اللي بدي أختار الآن 360 درجة، وحط انجل هنا اللي هي الزاوية. فبعد ما اطمأنيت هنا الانكريمنت يعني الدرجة ولا درجتين ولا ثلاثة، فأبقيت على درجة، سأغيرها بعد قليل بعد ما
الآن ضغطت كل إشي، الآن تأكدت منه أنه عندي سلايدر 360 درجة الآن، وتأكدت بأنه من 0 إلى 360 وعندي زيادة فيه حسب حاجتي بدرجة واحدة كل ضغطة. فالآن بضغط أوكي طلع عندي هذا السلايدر. الآن يمكن لي أن أشغل هذا السلايدر، لاحظوا لي هنا طلع عندي تلقائيا محل الضغطة الأولى اللي وين بدي أحط الآن، أين سأضع السلايدر أو المنحدر هذا الذي تزداد الكمية تبعنا وتنخفض، وأعطاني أوامره هنا. فالآن هو عندي زاوية 45 لاحظوا لي، فإذا بضغط لاحظوا لي الآن الزيادة هنا حسب الدرجة، يمكن الآن زيادة سرعته لاحظوا لي كيف، أو إني أخفض سرعته يعني حسب حاجتي إلى كمبرمج. أوكي، فهالآن حطيته مثلا على 0.2 على سبيل المثال، بدي أوقفه إذا بضغط هون على الشمال. هاي بعض الأوامر المهمة جدا. سأكمل طبعا الحديث في مقطع لاحق إن شاء الله، لكن كيف الآن قمنا بإنشاء هذه الدائرة، كيف وضعنا المتجه من المركز إلى النقطة C هنا، كيف صنعنا أو أنشأنا السلايدر هذا اللي هو المنحدر، وكيف نتحكم به، نكون إذا كانت أرقام تبدأ بالسالب وتنتهي بالموجب أو من الصفر موجب أو أي بينك أي كميتين سالبتين وموجبتين. لكن لأني اخترت الآن ما أنه هو سلايدر أو منحدر لزاوية، فهو الآن بيعطيني بالدرجات أقل درجة صفر وعلى الدرجة 360 درجة. سنستخدم هاي ما يسمى بالسلايدر أو المنحدر أو المتنقل هذا باللغة العربية، سأجد له مصطلح مناسب بإذن الله قريبا. سنستخدمه في إنشاء كثير من الأشياء الجميلة بعلم الرياضيات والحاسوب قريبا. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجع أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا المقطع الأول بإذن الله.